لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مصطفى كلاني معلم الدراسات الاجتماعية. اليوم إن شاء الله بإذن الله هناخذ أول حصة في مادة الدراسات الاجتماعية قسم التاريخ. بداية زي ما بنقول في كل حصة أو في أي مادة بندرسها، فأول حصة في كل مادة بندرسها لازم تكون عارف الماهية أو الهدف اللي أنت بتدرس المادة دي عشانه. أي مقرر بيقرر عليك مش بيقرر عبثا، أو الهدف منه اللي هو تحميلك بمزيد من العبء أو الضغط، لا، أي مقرر بيقرر عليك بيبقى ليه هدف معروف وواضح ومحدد بدقة. الهدف من مقرر التاريخ ليه أهداف عامة وليه أهداف خاصة. الهدف العام عموما من دراسة التاريخ اللي هو استيعاب الدروس والعبر والاستفادة منها في حياتك الحالية وفي تخطيطك للمستقبل. دي هي الفائدة الأهم والأكبر لمادة التاريخ. زي ما بنقول دايما إن في ثلاث مصطلحات لازم نفرق بينهم: قراءة التاريخ ودراسة التاريخ وكتابة التاريخ. قراءة التاريخ دي زيها زي معلومات عامة أو ثقافة عامة أو لا تنعكس على حياتك او طريقه معيشتك، دي بالطريقه دي انت ما دي اسمها قراءه التاريخ فقط، لا تختلف كثيرا عن قراءه الجرايد او زي ما بنقول احنا قراءه الروايات، نوع من القصص العادي. دراسه التاريخ وده اللي احنا عايزين نوصل له، اللي هي استخلاص العبر والدروس ومعرفه وتحليل الاحداث لمعرفه الحقائق التي لم تذكر. يعني انت بتروى قدامك قصه، القصه دياتي في احداث بتذكر وفي احداث لا تذكر، اللي احنا بنقول خلف السطور او ما بين السطور، دي احنا عايزين نوصل لها عشان نقدر نصل للحقيقه في التاريخ ونستفيد منها في حياتنا الحاليه، ان احنا لا نكرر نفس الاخطاء التي وقع فيها السابقون ونبني مستقبلا افضل مبني على هذه الدراسات. التاريخ منهج معروف من قديم الأزل، استفاد منه ناس كتير، حتى يعتبر في جزء كبير من القرآن مبني على التاريخ كمنهج علمي، اللي هو القصص القرآني يعتبر في حد ذاته منهج تاريخي كدلالة إن التاريخ ده شيء مهم في دراسته. يعني هو مش مجرد حواديت أو مجرد دردشة عادية، لا، ده منهج علمي له أسسه له قواعده وله أهداف. المصطلح الثالث اللي هو كتابة التاريخ، وكتابة التاريخ دي مهمة صعبة جدا. أي فرد يطلع أو يطلع كتابة التاريخ لابد أن يكون على قدرة علمية وبحثية ليست بالهينة وحقيقي ما هو زائف، بالإضافة إلى قدرة أخلاقية تمكنه من عدم التحيز وسرد الأحداث وتحليلها وتوضيحها للعامة بطريقة موضوعية. أول درس عندنا في مقرر التاريخ هو مصر تحت الحكم في الكتاب، اللي هي مصر بين المماليك والعثمانيين. بداية مقرر التاريخ بتاعك انت بيدور في حقبة تاريخية بنعرفها عندنا في التاريخ اسمها التاريخ الحديث والمعاصر. التاريخ الحديث والمعاصر، بيبدأ التاريخ الحديث والمعاصر عندنا في مصر إبان الحكم العثماني
وبينتهي التاريخ الحديث بين في إذن الحكم العثماني، وبينتبدأ حقبة التاريخ المعاصر المماليك. دولة المماليك هي دولة قامت في مصر والشام، عندك على الخريطة، ليشمل الشام والحجاز واليمن من ناحية الشرق في قارة آسيا، وأجزاء من السودان وأجزاء من ليبيا، إضافة إلى مصر، إضافة إلى مصر، وكانت عاصمتها القاهرة. دولة المماليك وصلت فيها الدولة الإسلامية لذروة التقدم الفني والحضاري، كانت ذات موارد طائلة، موارد اقتصادية طائلة، المصدر الأساسي كان عن طريق بين الشرق والغرب، استفادوا من موقع مصر جيدا. من هم المماليك؟ المماليك هم عبارة عن رقيق أبيض تم جلبهم من بلاد أواسط آسيا، المنطقة دي مثلا، وعند الأتراك وعند الروس، كل المناطق دي منها، وهم صغار، أطفال صغار يتم جلبهم وبيعهم لأمراء المماليك. يتم كانت البداية في عهد الملك نجم الدين أيوب آخر ملوك بني أيوب، الذي جلب أعداد كبيرة منهم، كان يتم جلبهم وتدريبهم وتعليمهم في مدارس خاصة كانت تسمى بالطباق، كانوا يدرسون صنفين من العلوم، العلوم الشرعية كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك، والعلوم الحربية والعسكرية. كان أول من تولى حكم مصر منهم هو عز الدين أيبك، وآخر من تولى حكم مصر منهم هو طومان باي. كانت دولة المماليك سمات للأسف لم تكن جيدة على بالقدر المقبول، كانت سمات سيئة، أولها اللي هي انتشار التآمر فيما بينهم، عدم التوحد في فترات كثيرة جدا، الاعتراف بمبدأ الحكم للأقوى، عدم اعتبار شرعية الحاكم، كل هذه الأمور أدت في النهاية لانهيار الدولة المملوكية بجانب عوامل أخرى خارجية. كان أهم عامل من هذه العوامل اللي هو زي ما قلت لكم، اللي هو عدم غالبية من حكم مصر من المماليك ماتوا مقتولين، ولم ينتقل الحكم من أب إلى ابن إلا في حالات نادرة، وكان الحكم دائما الأقوى. كان المصدر الرئيسي للاقتصاد المملوكي كما قلنا التجارة من الشرق إلى الغرب، لكن هذا المورد تعرض لضربة قاسمة بعد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، وده كان السبب الثاني من أسباب انهيار الدولة المملوكية. قلنا السبب الأول اللي هو عدم التوحد والفرقة والصراع فيما بينهم، السبب الثاني هو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. زي ما احنا شايفين على الخريطة، الطريق اللي باللون الأصفر ده هو طريق الذي يمر بمصر، الطريق الذي يمر بمصر فيما يعرف بطريق قناة خليج عدن، وبعد حفر قناة السويس وبعد عرف بطريق حفر قناة السويس، هو الطريق ده بيصل ما بين أوروبا ثم المحيط الهندي ومنها إلى الهند. اكتشف البرتغاليين، أدي موقع البرتغال اللي ما يعرفوش، وأدي موقع إسبانيا، اكتشفوا البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو بيمر حول أفريقيا. الطريق ده كان له ميزتين جعلت التجار يفضلونه على طريق يمر بمصر. أول هذه الميزات أنه لا تتوقف فيه السفن، لأنه وقتها ما كانش حفر قناة السويس فكان بتنزل، أما طريق رأس الرجاء الصالح كانت تمر التجارة مباشرة، السفن مباشرة دون توقف. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية في هذا الأمر أنه ومع انتشار الصراع بين الأمراء المماليك فسدت الحياة الأمنية في مصر، فأدى ذلك لكل، يعني يفرض كل أمير
ضرائب يعني كانت الفلاني ويدفع للامير العلاني ويدفع لده ويدفع لده ويدفع لده ويدفع لده، فيطلع خسران في الاخر. طب ايه؟ فتحولت التجاره طريق راس رجب صالح. السبب الذي تابع الصراع ايضا اللي هو انعدام الامن، لان لما كان في صراع بين الامراء المماليك كان انتشر السطو على القبائل، السطو على القوافل التجاريه وعلى اموال التجار. كل هذا ادى الى تحول التجاره الى الطريق راس رجاء الصالح كما قلنا، الذي كان بمثابه ضربه قاسمه للاقتصاد المملوكي، وادى الى اصطدام المماليك بالبرتغاليين في موقع الديو البحريه، والتي هزم فيها المماليك. أرضى ضعف الاقتصاد المملوكي لتأخرهم عسكريا عن التطورات، وأصبحوا قوة هزيلة ضعيفة متشرذمة، انتهى بها الأمر إلى الزوال. العبر طبعا والدروس اللي احنا بناخدها من دولة زي دولة المماليك، كانت دولة فتية قوية، أقوى دولة في الشرق الأوسط في قبل هذا، عندما ظهرت وبالذات بعد موقعة عين جالوت، أنه الفرقة والتشرذم دائما بتؤدي إلى زوال الدولة. أهمية القوة الاقتصادية للاعتماد على أكثر من مورد في الاقتصاد، ضرورة استتباب الأمن في البلاد حتى يتسنى لها البقاء. في هذه المرحلة كان هناك أكثر من دولة الصفويين في إيران والعراق. إذن أصبحت منطقة الشرق الأوسط منطقة تنازع بين ثلاث قوى. القوة الأولى هي قوة العثمانيين، القوة الثانية هي قوة الصفويين، القوة الثالثة هي قوة المماليك. في بداية الأمر تحالف العثمانيين مع المماليك، واتجه العثمانيون الذين يمثلون القوى السنية إلى دولة الصفويين اللي هم اللي يمثلون القوى الشيعية، وحدث الصدام المحقق فيما ما بينهم في موقعة جالديران هنا عام 1000. احفظ التاريخ ده كويس. وهزم الملك سليم السلطان سليم الأول الصفويين في هذه المعركة، وتمكن من دخول العاصمة تبريز. وما إن فرغ العثمانيون من الصفويين حتى اتجهوا صوب دولة المماليك. إذا تركزنا في التاريخ الأول اللي هو موقعة جلديران 1514، والتاريخ التالي له اللي هو موقعة مرج دابق 1516، هنجد أن الفرق عامان فقط. إذن فكانت النية مبيتة لدى العثمانيون نحو السيطرة على مصر والاستيلاء عليها. ولكن من هم العثمانيون؟ العثمانيون هم كانوا عبارة عن قبائل أسيوية، كانت رعوية بالأساس. تمكن عثمان بن أرطغرل من توحيدهم وتكوين دولة بهم. يعرف الأتراك منذ قديم الأزل أنهم أهل فروسية. استطاع عثمان بن أرطغرل توحيدهم والاستفادة من قدراتهم العسكرية والحربية في دولة، إلى أن جاء محمد الفاتح وفتح بهم القسطنطينية لتكتسب بذلك قوة على قوتها. القسطنطينية كانت هي المدينة، كانت عاصمة الدولة الرومانية، واستعصت على المسلمين ردحا من الزمن. قاموا بعدة حملات للسيطرة عليها لأنهم لم يستطيعوا اقتحامها، إلى أن جاء الملك سلطان محمد الفاتح واستطاع تحقيق ذلك. مرت العلاقة بين العثمانيين ودولة المماليك لفترتين مختلفتين. الفترة الأولى هي فترة
الصراع. الفترة الأولى فترة الوفاق، تحالف العثمانيون والمماليك في حربهم ضد البرتغاليين في موقع ديو. كانت العلاقات متميزة بين الطرفين حتى بدأت بوادر الخلاف بين الطرفين. والذي يسيطر على مصر أو يستطيع ملك مصر يصبح له الغلبة في منطقة الشرق الأوسط عامة. بدأ الأمر بأن آوى المماليك بعض الأمراء الفريين من الدولة العثمانية، ثم حدثت بعض المناوشات على الحدود إلى أن تطور الأمر إلى موقعة مرج دابق بالشام عام 1516. طيب هنسأل سؤال بسيط، الأسباب التي أدت لانهيار الدولة المملوكية، الأسباب التي أدت لانهيار الدولة المملوكية، ما هي الأسباب التي أدت لانهيار الدولة المملوكية؟ صوت واضح؟ ما هي الأسباب التي أدت لانهيار الدولة المملوكية؟ ممتاز، صراعات داخلية لوحدة. اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح، ممتاز. تمام، نكمل درسنا. حدثت موقعة مرج دابق بين المماليك من ناحية والعثمانيين من ناحية أخرى. كانت الدولة العثمانية قد أعادت عدتها جيدا قبل هذه المعركة، فقامت بإرسال جواسيسها لاستكشاف الأمور في مصر. قامت باستمالة بعض الأمراء المماليك في الشام ومصر من أجل الخيانة، ومنهم خاير بك كان أبرز الخائنين لهذا الأمر، ودفع رشاوي لهم أو تطميعهم إثارة طمعهم في بعض الولايات إذا تحقق الأمر للعثمانيين. حدثت المعركة بين الطرفين، العثمانيون بقيادة سليم الأول، المماليك بقيادة قنصوة الغوري أو قنصوه الغوري. انتهت المعركة بهزيمة المماليك لعدة أسباب. أول تلك الأسباب تأخرهم العسكري عن العثمانيين. عرف العثمانيون بخبرتهم وورعاتهم في استخدام البارود، فسميت دولتهم في بعض الأحيان، كانت لديهم قدرات خاصة في تصنيع المدافع واستخدامها. الاستقرار الداخلي للدولة العثمانية وقوة الحاكم ممثلة في سليم الأول وسيطرته على الأمور بطريقة عقلانية ومتزنة. عرف سليم الأول أنه من أبرع الحكام العثمانيون. نمرة ثلاثة، تأثر الدولة المملوكية بعدم استقرار الداخلي والنزاع المستمر، زي ما قلنا أنه كان فيهم خيانة. هزم المماليك في هذه المعركة ومات قنصوه الغوري بسكتة قلبية إثر سقوطه من على حصانه، واتجهت جيوش العثمانيون صوب مصر. اجتمع المماليك وولوا عليهم تومان باي اللي في الصورة ده ليكون سلطانا عليهم، أحد أمراء المماليك، لكن الأمر كان أكبر من تومان باي وأكبر من المماليك، فهزم مرة أخرى في موقعة أريدانية شرقي القاهرة. ودخل العثمانيون مصر
ودخل العثمانيون مصر وشنق فومان باي وصلب على باب زويلة. شنق فومان باي وصلب التي ترتبت على دخول العثمانيون إلى مصر. ده سؤال ليكم، ما هي النتائج التي ترتبت على هزيمة المماليك ودخول العثمانيون مصر؟ استنتج ايه اللي حصل نتيجة دخول العثمانيون مصر. ممتاز، أصبحت مصر ولاية عثمانية. برافو. التفوق العسكري ده سبب وليس نتيجة. لابد أن نفرق بين السبب والنتيجة. الحكم التفوق العسكري انتهاء دولة المماليك، برافو، دي نتيجة تاني. انتقال مصر قبل دخول العثمانيين كانت هي المسيطرة ثقافيا وعلميا وروحيا، كانت المحتضنة للخلافة الإسلامية. لا، ما هي دولة المماليك انتهت، استخدامها سليب القطار خلاص، تحولت مصر من دولة كبرى إلى مجرد ولاية عثمانية. خاضعت مصر للحكم العثماني، تحول مركز الثقل في الشرق الأوسط من مصر إلى اسطنبول، إلى الدولة العثمانية. حتى في رواية عندما دخل، تقال في هذا الشأن، عندما دخل مران ومساجد، لأن الدولة الإسلامية الاستقرار الداخلي للدولة العثمانية ده سبب وليس نتيجة برضه. لابد أن نفرق بين السبب والنتيجة. السبب هو ما يؤدي إلى حدوث الفعل، النتيجة ما هي التي تترتب على الفعل. لازم نفرق بين الأمرين عشان السبب غير النتيجة، النتيجة ما تترتب على حدوث الفعل، ليست سببا في حدوثه. العثمان زي ما قلنا سلطان سليم الأول العثماني لما دخل القاهرة انبهر بكم الجمال الموجود فيها. القاهرة كانت وما زالت تشتهر بمساجدها وقصورها. والدولة الإسلامية واصلت ذروة التقدم العمراني والفني في عهد دولة المماليك. فعلا سيطر العثمانيين على العالم العربي. فجلب كل الفنانين والأهل العمارة والبنائيين وخدهم معاه من القاهرة إلى اسطنبول، وقال أنا عايز كل اللي يتعامل في القاهرة يتعامل في اسطنبول، يتعامل إلى مجرد ولاية. أي نعم هي كانت ولاية مهمة، وكان والي مصر واحد من أعلى ثلاثة رتب موجودة في الدولة العثمانية. كانت أعلى رتبة اللي هي صدر الأعظم وقائد الجيوش، ثم قائد الأسطول، ثم والي مصر. النتيجة الثانية، سيطر العثمانيون على العالم العربي سواء الجناح الأسيوي أو الجناح الأفريقي. انتقل مقر الثقل في الشرق الأوسط إلى الدولة العثمانية. تحولت الخلافة الإسلامية التي كان موطنها مصر عقب سقوط بغداد، تم إحياؤها في مصر، تحولت من مصر إلى السلطان العثماني. قام العثمانيين بتحويل كل الأنظمة الإدارية والسياسية في مصر والاقتصادية وتغييرها إلى نظم جديدة تتفق ووجهة النظر والفلسفة العثمانية. الحكم العثماني كده هنخش في القسم الثاني من درسنا، وهو مصر تحت الحكم العثماني. الحكم العثماني شأنه شأن أي شيء، له ما له وعليه ما عليه. يذكر للعثمانيون أنهم حاموا بلاد المسلمين من السيطرة البرتغالية، أحيوا الخلافة الإسلامية، كان لهم باع في حماية، كانوا حاجز صد
ضد حاجة الصد للأوروبيين والروس وثقافيا. لكن هذه هي الإيجابيات، لكن السلبيات تعدت هذا الأمر، هو الاستفادة من ثروات مصر، استفادة من ثروات مصر. لذلك أنشأوا نظاما سياسيا واقتصاديا يتوافق مع هذه الفلسفة وهذا الاتجاه. نبدأ بالجانب الإداري والسياسي. كان هناك فزع في الدولة العثمانية من أن يوعي فيه توزيع السلطات، السلطة بين أربعة جهات: الوالي أو الباشا، الديوان، الحامية، وإدارة وحكام الأقاليم، واللي هي إدارة الأقاليم. كان نبدأ أولا بالوالي. الوالي هو نائب السلطان العثماني في مصر، كان بيتم اختياره ليتولى الأمر لمدة تتراوح ما بين عام وثلاثة أعوام. في بداية الأمر كان النواب يؤدون ما يتم تكليفهم به من قبل السلطان أيام قوة الدولة العثمانية، لكن ما إن دب الضعف للدولة العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان القانوني، تحول الأمر في اتجاه آخر، فأصبح هم الوالي هو جمع ما يستطيعه من مال، وكان يدفع الرشاوي للبلاط العثماني من أجل تعيينه واليا على مصر. فكان أول ما بيتعين بيحاول يجمع هذه الأموال التي دفعها رشوة لكي ينال حكم مصر، فأدى ذلك إلى فساد الأمر. أي والي كان بيأتي من قبل العثمانيين كان همه الأول هو جمع المال وليس مصلحة البلاد ولا العباد. الهيئة الثانية كانت الديوان، وكان يتكون من كبار ضباط الحامية والموظفين والعلماء والأعيان، أن يراقب الوالي فيما يفعل، ولا يستطيع الوالي البت في أي أمر. لكن هذا لم يستمر أيضا شريكا للوالي في نهب البلاد. الهيئة الثالثة كانت الحامية العثمانية، وهي عبارة عن فرقة عسكرية موزعة بين القاهرة وبعض الأقاليم. كانت مهمة هذه الحامية اللي هي الدفاع عن البلاد ضد أي غزو خارجي وسيطرة على الأمور الداخلية. لكن بمرور الوقت تحول الجندي إلى مرتزقة وقطاع طرق. في الدولة العثمانية تحول حكام الأقاليم كل منهم استقل بإقليمه، وكل منهم فرض ضرائبه وقام بإنشاء نظامه الخاص به. في تلك الفترة ظهر عقب ما دب علي بك الكبير، كان أحد أمراء المماليك، استطاع أن يبني قوته الخاصة والانفراد بحكم البلاد مستغلا ضعف سلطة العثمانيين، وكان قد تحالف مع الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام، واستطاع السيطرة على الحجاز بما فيها مكة والمدينة، واستعد وحقق انتصارات قوية على الدولة العثمانية. لكن ما حدث في الأولى هو ما حدث في الثانية، وده اللي بنقول عليه احنا أهمية دراسة التاريخ، تسمونه بصفة خاصة اللي هي إرسال الجواسيس والقدرة على شراء الزمن. فاستطاع العثمانيون الاتصال بمحمد بك أبو الدهب قائد الجيوش لدى علي بك الكبير وانحيازه صف العثمانيين في حربه ضد أستاذه وقائده، فأدى ذلك إلى هزيمة أولاء العثمانية كولاية. كان علي بك الكبير كان قد أعلن استقلاله عن الدولة العثمانية،
لذلك أنا أقول أن دراسة التاريخ أمر هام، لأن ما حدث في موقع مرج باب القريدانية هو نفس ما حدث بطريقة واضحة بصورة واضحة أيام العثمانيين. فالخاتي كان الهم الأكبر لهم هو استنزاف ثروات البلاد أو في الصناعة، مما أدى إلى تراجع مصر اقتصاديا بدرجة كبيرة. لم يستتب الأمر ولم يسد الأمن في البلاد، فانتشر قطاع الطرق مما أدى لكساد التجارة، أثقل عاتق الناس، وكان مقوضا لأي تنمية اقتصادية. في الزراعة مثلا ابتدعوا نظاما يعرف بنظام الالتزام، فقد نظر العثمانيون عثمان يرثها السلطان الذي يليه، يتولى الفلاحون زراعاتها بتكليف من السلطان ويدفعون عليها ضرائب. الملتزم يقوم بجمع الضرائب مرة واحدة من الناس، ويقوم دفع الضرائب مرة واحدة للوالي، ثم يقوم بجمعها من الناس، ومع مرور الوقت كان يتم بيع الضرائب للملتزم. بمعنى هذه المنطقة مقرر عليها مبلغ معين من المال يقوم الملتزم بدفعه مباشرة، بيع هذه الضرائب، بيع الالتزام، صك الالتزام، ثم يقوم بجمع هذه الضرائب أضعاف مضاعفة من الفلاحين، مما أدى إلى ترك الفلاحين الأراضي مهجرة. كذلك لم يكن هناك اهتمام بالموازين والمكاييل، وهذا الأمر يؤدي إلى كساد. نتيجة التلاعب بالموازين والمكاييل يؤدي بالتبعية للتلاعب في الأسعار بما يضر بعيد السوق العرض والطلب. الصناعة، لم يهتم العثمانيين بالصناعة، وطالما تدهورت الزراعة بالطبيعة تتدهور الصناعة كنتيجة مترتبة عليه. التجارة زي ما قلنا اللي هو افتقاد الأمن وعدم اهتمام الحكومة واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، كل هذا إلى أدى إلى انهيار التجارة. واضح إلى الآن؟ في أي استفسار في الجزء اللي اتشرح إلى الآن؟ احنا قاعد جزئية بسيطة جدا في بخصوص الحالة الاجتماعية والثقافية. ندخل للجزئية الأخيرة اللي هي الحياة الاجتماعية والثقافية. بالنسبة للحالة الاجتماعية والثقافية، للأسف يعني ممكن نشبه ما كان موجود في الفترة دي بما هو حادث الآن في مصر، للأسف يعني. الحالة الاجتماعية انقسمت إلى سادة حكام ومحكومين، وهناك فارق وهو كبير بين الاثنين. الحكام كانوا بيتمثلوا في جماعة الأتراك والمماليك، المحكومين باقي الشعب المصري. كان الحكام يتميزون بكافة الامتيازات الاجتماعية كما هو حادث الآن، كل شيء في دمهم، الوظائف المهمة، الرواتب المهمة، المدخولات المهمة، كل شيء، في حين أن عامة الشعب يعانون من دفع الضرائب، يعانون من سوء الخدمات، يعانون من قلة الأرزاق، كل ده. أي شيء كان بيفرض ضرائب أو خلافه كان بتفرض على الطبقة العامة، هم اللي كانوا دائما بيسددوا فاتورة الدولة. بالنسبة للحياة العلمية، كانت حياة سيئة للغاية، وانتشر الجهل والشعوذة والتأخر. لم يكن هناك أي منجزات علمية واضحة، ولم يبرز أي من العلماء في تلك الفترة. اكتفوا بما ورثوه من قبل من علوم، يعني كتب الفقه والتفسير والعلوم الحديث وما إلى ذلك، العلوم الدينية أو حتى العلوم الدنيوية
اكتفوا بما ورثوه من دولة المماليك أو من دولة من أو من سبقهم من الدولة العباسية. كانت الكتب عبارة عن شرح، يعني كان مثلا كتب زي كتب الصحاح وما إلى ذلك اتجهوا إلى شرحها، ثم شرح الشرح، ثم شرح شرح الشرح، ولم يكن هناك أي إبداع ولا تجديد، لا في العلوم الدينية ولا في العلوم الدنيوية، نفس ما هو حادث إلى الآن. لذلك بقول إن الفترة دي بالذات هي ما تشبه ما نحن عليه الآن. كده يبقى خلصنا الدرس بتاع النهاردة. الدرس القادم بإذن الله هنكمل الجزء الخاص بالتضاريس في الجغرافيا بإذن الله تعالى. أي استفسار قبل ما ننهي الحلقة؟ أي استفسار؟ طيب، مراجعة أخيرة كده للنقاط المهمة. الحصة دي انقسمت إلى قسمين كبار، القسم الأول اللي هي الجزء الأول خاص للصراع بين المماليك والعثمانيين، الجزء الثاني خاص بمصر تحت الحكم العثماني. عرضنا الأسباب التي أدت إلى ضعف دولة المماليك، من هم المماليك، لماذا آل بهم المآل إلى أن تسقط دولتهم، عرفنا من هم العثمانيين ولماذا تميز العثمانيون، عملنا مقارنة بسيطة ووجدنا أن هناك تشابها كبيرا بين الفترتين من خلال التأخر والتدهور الاقتصادي والعلمي والتعليمي. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استفدتم من الحصة ديت، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.